خلصنا كلام الجليسرو فوسفوليبيد. كان باقي لي بس في الجليسرو فوسفوليبيد اخر جزء في اول صفحه عندنا اللي هو البروبيلتي. كنا قلنا من خصائص الفوسفوليبيد ان الفوسفوليبيد او الجليسرو فوسفوليبيد فيها خاصيتين اثنين. أول خاصية بتقول إن الجليسرو فوسفوليبيد لها أمفيباسيت بروبيلتي. الخاصية الثانية لها أمفوتيريك بروبيلتي. كلمة أمفيباسيت اللي موجودة عندكم دي معناها إيه؟ معناها إن لها طبيعة مزدوجة، يعني في حاجتين اتنين عكس بعض. فين الحاجتين اللي عكس بعض؟ الجليسرو فوسفوليبيد اللي كنا بنرسمه المرة اللي فاتت كان عبارة عن جليسرول مع اتنين فاتي اسيد مع فوسفات مع مجموعة كمان بتبقى موجودة هنا. وباختلاف المجموعة زي ما شرحنا بتختلف نوع الفوسفوليبيد. هو الجليسرول اللي شرحناه المرة اللي فاتت ده لوحده كان بولر بيدوب في المية ولا كان انسوليبل الموضوع؟ كان سوليبل يعني بولر يعني قطبي يعني بيدوب في المية. طب ايه رأيكم في الفاتي اسيد لوحده؟ فاتي اسيد بيدوب في المايه ولا بيدوبش؟ لا بيدوبش. يعني بولر ولا نون بولر؟ نون بولر غير قطبي ما بيدوبش في المايه. لما يبقى عندك مركب في حاجتين اتنين اهو عكس بعض، في حاجه بولر بتدوب في المايه اللي هي الجليسرول وحاجه نون بولر ما بتدوبش اللي هي الفاتي اسيد، ساعتها اقول على المركب ده ان هو ذات طبيعه مزدوجه. يعني في طبيعه بتتكون من حاجتين عكس بعض بولر ونون بولر. يعني ايه طبيعة مزدوجة؟ يعني انفي باسك بروبيلتس. زي على سبيل المثال كده دورة كريبس. دورة كريبس كان يقول لك بتكسر البروتين يعني بيحصل فيها تكسير، ده مثال. وفي نفس الوقت ممكن نصنع منها امينو اسيد يعني احماض امينية يعني ابني بروتين. يبقى دورة كريبس ممكن اكسر بيها كربوهيدرات وممكن اصنع بيها بروتين، الاثنين عكس بعض. يبقى دور الكريبس لما نيجي ناخدها في سنه ثانيه هقول ان لها انفي باسيك بروبرتيز، يعني لها خصائص او ذات طبيعه مزدوجه. فكلمه انفي باسيك يعني المركب اللي قدامي له طبيعه مزدوجه، حاجتين عكس بعض زي ده كده بولر ونون بولر. طب الخاصيه الثانيه للجليسرو فوسفوليبيد قال ان لها انفوتيريك بروبرتيز. يعني ايه انفوتيريك؟ انفوتيريك يعني مواد متردده. يعني ايه مترددة؟ يعني محتارة مش عارفة هي حمض ولا قلم، هي حمض ولا قاعدة ازاي؟ انا قلت لكم احنا هنحفظ الاستراكشر بالشكل ده، الفورمولات نفسها ما احناش عايزين نحفظها. لكن لو انت جيت تركز في الفورمولات كده وتقلب الصفح هتلاقي ان معظم المجموعة اللي بتبقى موجودة هنا دي هتلاقيها بتحتوي على مجموعتين اتنين، هتلاقي فيها كده COOH وهتلاقي فيها NH2. طب نبص كده مع بعض، ايه رايكم؟ السي او اتش اللي هي الكربوكسيليك جروب دي مجموعه بتميز الاحماض ولا القلويات؟ الاحماض. الكربوكسيليك جروب او السي او اتش هي مجموعه حمضيه، مجموعه بتميز الاسيدز او الاحماض. اما ال ان اتش 2 دي مجموعه قلويه اللي هي الامينو جروب، مجموعه بتميز القواعد او القلويات. طب يبقى دلوقتي الجليسرو فوسفوليبيد حمض ولا قلوي؟ هو في الاثنين، فعشان كده اقول عليه مواد متردده محتار. هو قلوي ولا حمض؟ لانه بيحتوي على المجموعه اللي بتميز الاحماض اللي هي الكربوكسيليك جروب، وفي نفس الوقت بيحتوي على المجموعه اللي هي الان اتش 2 اللي بتميز القلويات. وبناء عليه ممكن يتفاعل مع الاثنين. لازم اقول لو اتحط في وسط حمض هيتفاعل عن طريق الان اتش 2، ولو اتحط في وسط قلوي هيتفاعل عن طريق السي او اتش. اتفقنا؟ يبقى دلوقتي الجليسرو فوسفوليبيد الجزء بس اللي كان باقي لنا من الحصه اللي فاتت بيقول ان الجليسرو فوسفوليبيد لها اثنين بروبرتيز، انفي باسيك بروبرتيز وانفوتيليك بروبرتيز. وعرفنا الكلام ده معناه ايه. بس العين اللي شرحناها المره اللي فاتت كلها كانت بتتفق مع بعض انهم بيحتووا على مركب اسمه جليسرول. عشان كده سمينا العين كلها ايه؟ جليسرو فوسفوليبيد. يعني الفوسفوليبيد اللي بتحتوي على جليسرول. النهارده بقى احنا هنتكلم عن فوسفوليبيد برضه وعيلة كبيرة برضو، بس هنشيل الجليسرول بتاعها وهنحط مكان المركب ده. طب المركب ده اسمه ايه؟ المركب ده اسمه سفينكوزين. نبص كده على تركيبه هنلاقي ان هو بيتكون من 18 ذرة كربون، CH3 ادي اول واحدة، بعد كده CH2 متكررة 12 مرة، بعد كده CH دبل بوند CH، بعد كده CH ماسكة في OH،
وسي اتش ماسكه في ان اتش 2 وسي اتش 2 اتش والمركب ده رمزه علينا حبس. المركب ده اسمه سفنجوزين، وبالتالي كل مره هنضيف عليه حاجه زي الجليسرول كده بالظبط. يبقى العيله بتاعته اسميها جليسرو فوسفوليبيد ولا سفينجو فوسفوليبيد؟ سفينجو فوسفوليبيد. يبقى انا عندي عيلتين كبار من الدهون، عيله بتحتوي على الجليسرول فسميناهم جليسروليبيد، والعيله الثانيه بتحتوي على السفينجوزين فسميناهم سفينجوليبيد. وبرده زي ما شرحنا الجليسرو فوسفوليبيد مع بعض، رسمنا مركب اللي كان فوسفاتيديك اسيد فاكرينه، وبقينا كل مره نضيف عليه حاجه يطلع لي نوع جديد من الفوسفوليبيد. برضو نفس القصه النهارده، هنثبت برضو واحد في العيله بتاعت السفنجوزين دي، وكل مره نضيف عليه حاجه يطلع لي شكل جديد من عيله السفنجوفوسفوليبيد. خلاص يبقى نفس السيستم اللي مشينا الحصه اللي فاتت هنمشي النهارده. حصه النهارده شغل الفهم فيها مش كتير، معظمها بيعتمد على الحفظ وعلى الاسامي، فنركز مع بعض عشان نفهم الدنيا فيها ايه. اي السفنجوزين اهو، السفنجوزين مبدئيا بتحتوي على ال NH2 اللي انا لسه قايل مجموعه بتميز البيزكس القواعد ولا الاسيدز الاحماض؟ بتميز البيزكس. فعلشان كده ممكن اقول على السفنجوزين دي السفنجوزين بيز يعني قاعده. في نفس الوقت السفنجوزين بتحتوي على اخر كربونه اللي هي CH2OH، وانا قلت لكم قبل كده CH2OH مجموعه بتميز كحولات صح؟ يعني ينفع اقول عليه سفنجوزين الكحول؟ اه. يبقى لو سمعت كلمه سفنجوزين بيز صح، ولو سمعت عنه ان هو اسمه سفنجوزين الكحول برضه صح. السفنجوزين بيز او السفنجوزين الكحول ده اول مركب عندنا هنكونه ان انا امسك السفنجوزين مع فاتي اسيد، هيديني مركب اسمه سيراميد، والسيراميد ده هو الاب الروحي بتاع العيله دي كلها بقى، اللي كل مره هنضيف عليه حاجه يديني واحد من افراد العيله. السيراميد اللي هو اهم واحد في العيله دي، عباره عن ايه؟ ماسك في ايه؟ سفنجوزين ماسك مع فاتي اسيد، حاجه سيمبل خالص. الفاتي اسيد لما شرحناه قبل كده الجنرال فورمولا بتاعته كانت ايه؟ ار سي او او اتش، مش هو ده فاتي اسيد؟ وعرفنا يعني الار وشرحناه بالتفصيل. طب انا عندي فاتي اسيد اهو عايز امسكه مع الاسفنجوزين بيز، الفاتي اسيد هيمسك في انهي حته في الاسفنجوزين بيز؟ هيمسك في ال NH2. القاعده اللي احنا مثبتينها اي مركبين عشان امسكهم في بعض لازم اطلع من وسطهم ميه، ميه وميه يعني H2OH. هروح واخد ال H من ال NH2 واخد ال OH من الفاتي اسيد واطلع ميه بره التفاعل ونمسك الاثنين مع بعض بربط، ادي اتكون السيراميد. اخر معلومه عايز اقولها ان الرابطه اللي بتتكون دي اسمها امايد بوند. هي اسمها كده امايد بوند. يبقى السيراميد ده اللي هو الاب الروحي بتاع العيله كلها، بيتكون من سفنجوزين بيز ماسك وفاتي اسيد. الفاتي اسيد رمزه ار سي او اتش، هيمسك مع ال ان اتش 2 بتاعت السفنجوزين، والرابطه اللي هتمسك الاثنين ببعض اسمها امايد بوند، ويبقى المركب كله على بعضه اسمه سيراميد. في مشكله في الكلام ده؟ ركزوا معايا عشان انتوا اللي هتسمعوا الكلام ده حالا. السيراميد بعد كده زي ما قلت كل مره هنضيف عليه مركب علشان يديني نوع من انواع الاسفنجوليب. اول مره هنجيب السيراميد اللي هو سفنجوزين مع فاتي اسيد، واحط عليه فوسفيت، واحط عليه بروتين اسمه كولين. المركب اللي هيطلع عندي هيبقى اسمه اسفنجو مايلين. ادي اول مركب. يبقى سيراميد مع فوسفين مع كولين يديني اسفنجو مايلين. طيب سيراميد مع جلوكوز او سيراميد مع جلاكتوز، ساعتها هيبقى اسمه سيريبروزايد. هيبقى اسمه ايه؟ سيريبروزايد. لو سيراميد مع جلاكتوز اللي هو السيريبروزايد اهو احنا لسه رسمين، ضفت عليه سلفيت جروب اللي هي SO4 هيبقى اسمه سلفاتايد. سلفاتايد. لو سيراميد مسك مع اوليجو ساكرايد، اوليجو ساكرايد كام وحده سكر؟ من 3 ل 10. هسميه ساعتها يا اما جنجليوزايد يا اما جلوبوزايد.
طب ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك بص على الاوليجوساكرايد ده، لو لقيته بيحتوي على سيانيك اسيد تقول عليه جانجليوسايد، لو لقيت الاوليجوساكرايد بتاعك جلوكوز وجلاكتوز ومانوز الحاجات العاديه بتاعتنا ومفيش سيانيك اسيد ساعتها اقول عليه جلوبوزايد. تاني اللعبه كلها لعبه اساس، انا بقول في عندي عيله من السفنجوليميت بتحتوي على سفنجوزين بيز، سفنجوزين بيز يمسك مع فاتي اسيد يبقى اسمه سيرامايد. السيرامايد ده اصل الروح بتاع العيله، لازم اكون حافظه كويس قوي، كل مره اضيف عليه حاجه يديني نوع جديد من انواع السفنجوليميت. اول مره امسكه مع فوسفات مع كولين يبقى اسمه سفنجوميلين، تاني مره امسكه مع جلوكوز او جلاكتوز يبقى اسمه سيريبرو سايد. لو مسكته مع جلاكتوز وصلفيت يبقى اسمه صلفة طيب، يبقى سيريبرو زايد وصلفة طيب. لو مسكناه مع اوليجو سكرايد يا اما يطلع جانجليو زايد يا اما جلوبو زايد. انا اقول اسامي تاني وانتوا ركزوا فيها عشان تسمعوها. اول واحد سيرامايد، التاني سفنجوميلين، التالت سيريبرو زايد، اللي بعده صلصة طيب، اللي بعده جانجليو زايد، وبعد كده جلوبو زايد. يبقى اول واحد اسفنجوزين مع فادي اسيد ده اسمه سيرامايد. السيرامايد لما اضيف عليه فوسفيت وكولين ده اسمه سفنجوميلين، لما احط عليه جلوكوز او جلاكتوز يبقى اسمه سيريبرو زايد. لما احط عليه جلاكتوز وصلفيت يبقى اسمه صلفا طيب. لما احط عليه اوليجو سكرات يبقى جلوبوزايد. الفرق ما بين الاثنين وجود السيالك اسيد. تمام، بعد ما عرفنا الاستراكشر بتاعهم نتكلم على الامبورتنس. بس قبل ما اتكلم عن الامبورتنس انا عايز اسال حضراتكم سؤال، مين فينا اللي سمع على السبوره دول كلهم بيحتوي على فوسفيت جروب اللي هي البيدي؟ هو بس سفنجوميلين. في حد تاني غيره؟ يبقى لما يجي لي السؤال في الامتحان ويقول لي one of the following is، شوف السؤال سفنجو فوسفو ليبيد، سفنجوميلين ولا سيريبروزايد ولا جانجليوزايد ولا جلوبوزايد، اختار مين؟ سفنجوميلين هو الوحيد اللي سفنجو فوسفو ليبيد. لان طبعا مشكلة الترس ده ان في بدايته خالص كان محطوط تحت عنوان كبير اسمه فوسفوليبيد صح؟ فكنا حافظين احنا بنتكلم في الفوسفوليبيد يا دكتور، وطول ما احنا بنذاكر حتى لما نيجي نراجع هنراجع الحصة الجاية الفوسفوليبيد معناها ايه؟ الدرس كله من اول جلسنا فوسفوليبيد وسفنجو فوسفوليبيد. فانت اول ما يجي لك السؤال في الامتحان سفنجو فوسفوليبيد، طب ما سفنجو فوسفوليبيد اللي هم دول كلهم، هو ايه السؤال الغلط ده؟ بتقعد بقى تتنطط على الامتحان. هي الفكرة كلها كلمة اسفنجو فوسفوليبيد معناها اسفنجوليبيد بيحتوي على فوسفات، مش كلهم، الوحيد اللي فيه فوسفات هو اسفنجوميلين. يبقى الاصح ان انا لما اصنف العيله دي اكتب العنوان الكبير بتاعي ايه؟ اسفنجوليبيد. تمام؟ دول كلهم اسمهم اسفنجوليبيد، يعني الدهون اللي بتحتوي على اسفنجوزين بيس. طب ايه رايكم بقى؟ ده اللي بيحتوي على فوسفات. مين في اللي على السبوره بيحتوي على كربوهيدرات؟ كل صح؟ يعني نص الصفوره اللي هناك ده فيه جلاكتوز، جلاكتوز، جلوكوز، اوليجوساكرايد. اما السيرامايد والسفنجوميد فيهم جلاكتوز او جلوكوز او كربوهيدرات؟ لا. يبقى مين في دول لما اجي اصنفه اقول عليه جلايكو اسفنجوليبيد؟ هو نص اللي هناك. جلايكو يعني ايه؟ كربوهيدرات. تمام؟ يبقى دول كده اقدر اقول عليهم جلايكوليبيد او جلايكو اسفنجوليبيد. اما ده لما اجي اصنفه اقول عليه ايه؟ اقول عليه اسفنجو فوسفوليبيد. وده سؤال مهم قوي في الامتحان. بعد ما خلصنا التقسيمه او التصنيفه بتاعتهم هنتكلم بعد كده على الوظيفه بتاعتهم. والوظيفه بمنتهى التفاهه انت ممكن تطلعها من الاسم، مش هتحتاج انك تقعد تحفظ فيها كتير. يعني مثلا سفنجوميلين موجود فين؟ في الميلين شيز، موجود في النيرفس ليش، موجود في البرين، هو ده فعلا المكان بتاعه. طب لما نيجي على السيريبروزايد من اسمه سيريبروزايد، سيريبرو دي بتفكرنا بايه؟ سيريبرا، السيريبرا او السيريبرا هيمسفير اللي هو نصفين الكراويين البرين يعني.
سيريبرم هو البرين باللاتيني، فسيريبروزايت موجود في السيريبرم، يعني موجود في البرين وموجود في النيرفاس تيشو. بس قال لك خلي بالك من نقطه، في تركه صغيره. احنا قلنا السيريبروزايت في منه شكلين اثنين، يا اما بيحتوي على جلوكوز يا اما بيحتوي على جلاكتوز. طب لو في جلوكوز عشان افرقه اقول عليه جلوكو سيريبروزايت، طب لو في جلاكتوز يبقى اسمه جلاكتو سيريبروزايت. قال لك انت بتقول لي السيريبروزايت ده موجود في النرفس تشو في البرين، فين بالظبط؟ قال لك خلي بالك البرين عباره عن نيرونز او اعصاب، ادي نرفس تشو نيرفس. الجلاكتو سيريبروزايت ده اللي بيبني النيرفس نفسها، داخل في تركيب النيرفس او الاعصاب والمايلين شيث. طب الجلوكو سيريبروزايت اللي فيه جلوكوز، قال ده مش موجود في الاعصاب، ده موجود في البرين بره، بس موجود ما بين الاعصاب وبعضها في الانسجه اللي بتعمل سبورت وبتدعم النيرفات اللي بيسموها اكسترا نيورال تيشو. طبعا دي نيورونز اللي هي الاعصاب، يبقى اللي جنبها اكسترا نيورال تيشو. يبقى الجلاكتو سيريبروزايت ده اللي بيبني النيرون نفسها، لكن الجلوكو سيريبروزايت موجود جنبها عشان يحافظ عليها ويعمل لها تدعيم في الاكسترا نيورال تيشو. لكن المحصله طبعا ان الاثنين موجودين فين؟ في البرين. خلاص؟ طيب ده بالنسبه للسيريبروزايت. السلفا تايب قال عنك كلمتين في النهايه، موجوده في البرين وفي الكيدني، مش عايزك تعرف اكتر من كده. طب الجانجليوزايت من اسمها موجوده فين؟ في الجانجليوس. تمام؟ يعني موجوده في البرين وفي النرفس تيشو بره في الجانجليوس. طب لما نيجي نتكلم في الكلوبوزايت، قال لك الكلوبوزايت موجوده في الليفر اللي هو الكبد، موجوده في الار بي سي كرات الدم الحمراء، وموجوده في الاسبرين اللي هو الطحال. يبقى اذا كل ما نعرف الاماكن بتاعتهم مالهاش قصه، سفينوميلين في المايلين شيث، سيريبروزايت في السيريبروم في البرين. بس لازم افرق ان الجلاكتو سيريبروزايت موجود في النيورون نفسها، الجلوكو سيريبروزايت موجود في الاكسترا نيورال سلفا تايب برين وكيدني، جلوكوزايت ليفر وار بي سيز وسبرين، جانجليوزايت موجود في الجانجليون. جه على السيريبروزايت وفيها حته رخمه كده مشكلتها في الاسامي، بس هي حته تخمه. هو السيريبروزايت عباره عن سيراميد ماسك مع جلوكوز او جلاكتوز، صح؟ طب هو السيراميد ده عباره عن ايه؟ سفنجوزين ماسك في فاتي اسيد. الفاتي اسيد ده ممكن يبقى له كذا شكل، ممكن يبقى كذا نوع من الفاتي اسيد. فراح قال باختلاف نوع الفاتي اسيد هيختلف نوع السيريبروزايد، وممكن نسميهم اسامي مختلفه. قلت له يعني ايه؟ قال يعني السيراميد انت لسه قايل ان هو عباره عن سفنجوزين مع فاتي اسيد. ممكن الفاتي اسيد ده لما نيجي نبص عليه نلاقيه نيرفونيك اسيد. قال ساعتها هتسمي السيريبروزايد اللي عندك ده هنسميه نيرفون. نيرفونيك اسيد يبقى اسمه نيرفون. قال ممكن انا ابص على الفاتي اسيد الاقي فاتي اسيد تاني اسمه سيريبرونيك اسيد. ساعتها قال هنسمي السيريبروزايد ده ايه؟ سيريبرون من اسمه. قال ممكن نلاقي الفاتي اسيد اسمه فرينوزينيك اسيد، يبقى ساعتها اسمه فرينوزين. ممكن يطلع الفاتي اسيد اخر حاجه لجنو كيريك اسيد، ساعتها هنسميه كيرازين. مبدئيا ايه الفاتي اسيد دي؟ ما سمعناش عنهم قبل كده. احنا خدنا البارامتر كوليستيرك وقلك والكلام ده شرحناه بالتفصيل. معلومه ليكم انتم، ومطلوب منكم اسامي بس، بس الفاتي اسيدز الاربعه دول كلهم فيهم 24 ذره كربون. مع اختلاف فيهم اللي ما فيش فيه دبل بوند خالص زي ليك وكيرك، فيهم اللي فيه دبل بوند واحده، فيهم اللي فيه اثنين، فيهم اللي فيه اربعه دبل بوند. خلاص؟ بس الاختلاف بينهم مين فيهم اللي مونو انساتوريتد، مين فيهم اللي بولي انساتوريتد. بس الكلام ده مش عليك، ده ليك انت بس عشان ما تسالش ايه الفاتي اسيدز دول. دول فاتي اسيدز مش مقررين علينا، بس كلهم بيشتركوا ان فيهم كام ذره كربون كل واحد؟ 24 ذره كربون. لو لقينا الفاتي اسيد اللي موجود في السيراميد نوعه نيرفونيك، ساعتها اسمي السيريبروزايد ده ايه؟ نيرفون. لو كان سيريبرونيك
ساعتها هسميه سيربرون. لو كان فرينوزينك هسميه فرينوزين. لو كان لبنوكارك هنسميه كيرازين. بيحبوا يجيبوا قوي الحاجات دي في الام اس كيو. توقعوا سؤال الاثنين يعني مثلا تعال الام اس كيو بتاعكم بتاعهم في السنه. هنفترض ان هو هيجي مثلا 10 اسئله ام اس كيو كل سؤال بضعف. ال 10 جمل ام اس كيو دول منهم 3 اسئله بتفوز كلها. يعني تلت الامتحان بتفوز كلها. هيجي لك سؤال في الاسفنجوليتك وهيجي لك سؤالين في الفوسفوليت. يعني انت لو داخل من غير الفوسفوليت من غير الخمس صفحات دول طلعت منك 3 درجات من 10. ودايما السؤال لما بيجي لان ده اصلا مليش نظر في الامتحان اصلا صعب يجي يقول لك اتكلم عن السيريبرو ظاهر كان دول ايه؟ تقول لي موجود في السيريبرو هيمسفير هتقول لي الاسفنجوميلين موجود في الفالينشيز. فحصه المره دي والحصه اللي فاتت عشان يحدد الدرجات بتاعتهم تبص تلاقي 35 درجه بتوع اخر السنه بتوع الام اس كيو منهم 5-6 درجات جايين في الجزء ده ونص السنه 3 درجات جاي فيه تلاقي جبت لك فيهم 10 درجات في اخر السنه يعني التوتال كله على بعضه 10 درجات غير اللي ممكن يدخلوا لك في العملي كمان. فالجزء ده مهم مهم جدا بس فين؟ في الام اس كيو. فعشان كده لازم تبقى حافظ الاسامي دي كويس لان دايما السؤال بيجي ايه؟ عاوز يختبرك حافظ الاسامي ولا لا؟ وفاهم القصه ولا لا؟ فيروح قايل لك ايه؟ مين السيريبروزايت ذات كونتيننج لجنوكاريك اسيد اللي بيحتوي على لجنوكاريك اسيد ويحط له نيرفون سيريبرون فيرنوزين كرازين عشان تختار مين؟ الكرازين تمام؟ وهكذا. يبقى احنا بنتكلم في درس اسمه سفينجو ليمت معناها الدهون اللي بتحتوي على سفينجوزين بيز وعرفنا ان سفينجوزين بيز فيها 18 ذره كربون وعرفنا ان سفينجوزين بيز بتمسك مع فاتي اسيد فتكون مركب اسمه سيرامايد وقلنا ده الاب الروحي بتاع العيله كلها. كل مره هضيف عليه حاجه يديني نوع جديد ضفنا عليه مره فوسفات مع كوين تاني سفينجوميلين بيخش في بنيه الميلين تشيز ضفنا عليه جلوكوز او جلاكتوز الثاني سيريبروزايت. عرفنا ان الجلاكتوز سيريبروزايت موجود في النيورال تيشو وعرفنا ان الجلوكوز سيريبروزايت موجود في الاكسترا نيورال تيشو. بعد كده لما ضفنا عليه جلاكتوز وسلفيت اداني حاجه اسمها سلفاتايب موجود في البرين والكيد. ضفنا عليه اوليكوساكرايد اداني جانجليوزايت او جلوكوزايت. الفرق ما بينهم وجود السايلك اسيد. لو السايلك موجود يبقى جانجليوزايت مش موجود يبقى جلوبوزايت. جلوبوزايت في الليفر والأنتريز والإنتريز اما الجانجليوزايت من اسمها موجودة في الجانجليوزايت. عرفنا بعد كده انواع السيريبروزايت على حسب نوع الفاتي اسيد اللي فيه. لو الفاتي اسيد اللي فيه هنرفونك ساعتها السيريبروزايت هسميها نيرفون. لو كان سيريبرونك يبقى سيريبرون سيرينوزينك يبقى فينوزين لجنوكيريك يبقى كيرازيز. اخر كلمة عايز اقولها قبل ما بدا يتكلم في العيله بتاعه الجلايكوسفينجوليبيد راح كاتب لكم كده هي كونجيوجيتد ليبيد عباره عن ليبيد مع كربوهيدرات وراح قايل لكم انواعهم التايبس بتاعتهم وبعد كده راح قايل الامبورتنس. طبعا الامبورتنس زي ما حضراتكم شايفين كلهم بيشتركوا ان هم بيخشوا في بناء النيرفس تيشو بيساعدوا في بناء البنيه والنيرفس تيشو. بس جت الاهميه الثانيه برضو اللي كلهم بيشتركوا فيها وراح قايل ان كل الجلايكوليبيد بتشترك انها موجوده على الاوتر سيرفيس بتاع السيلمبرين. وده حضراتكم اللي هتشرحوهولي بما انكم اساتذه في الهيستولوجي وبالذات في السيلمبرين. انتوا ما خدتوش في حياتكم غير السيلمبرين كل ما تذاكروا اصلا وتيجوا تتابعوا هيستولوجي السيلمبرين بسم الله الرحمن الرحيم. السيلمبرين السيلمبرين انتوا خدتوا ان هو عباره عن فوسفوليبيد صح؟ عيال صغيره كده عيال صغيره يا اصلا ان شاء الله. ولقينا ان بيبقى فيه بروتين موجود كده اللي هو انتجرال بروتين وبريفرال بروتين مش هو ده السلم البريد؟ ان شاء الله. الكربوهيدرات بقى اللي هو الجلايكوليبيد او الجلايكوبروتين ايا كان شكل الكربوهيدرات بيكون موجود على السلم البريد فين بقى؟ مع الفوسفوليبيد بره بس ماسك في الفوسفوليبيد ولا في البروتين؟ في الاثنين. مين ليه في البروتين؟ عامل زي القصه كده طالع كده للشعر كانه شعر خارج من البروتين. ده الجلايكوليبيد والجلايكوبروتين بيبقى موجود كده عامل كوت مغطي السلم البريم من بره مينلي في البروتين ماسك في البروتين عشان يعمل ايه؟ ايه وظيفه الكربوهيدرات كوت؟ ريسبت. دي وظيفه ايه تاني؟ اديهيشن. ايه تاني؟ كاجنيشن. ده اللي خلاني احكي لك كاجنيشن كفايه لحد كده اكمل انا. انتوا حطيتوا التاتش بتاعكم كان في تعرف التاتش بتاعنا تعرف ريكوجنيشن. يعني ايه ريكوجنيشن؟
انا بتعرف على الهرمونات ايه اللي بيحصل يعني عند جنس نعرف الهرمونات اول حاجه بتحتاج الهرمون بيتعرف على الخليه من خلال طيب نقص بقى نشوف الكلام ده اولا الكربوهيدرات موجود على السلم امبرين من بره علشان فعلا يلزق الخلايا ببعضها يساعد في السيل ادهيجن دي اول وظيفه له الوظيفه الثانيه مكتوبه على الدكتور في الكتاب وفي المذكره بيساعد في السيل ريكوجنيشن يعني التعرف على الخليه يعني ايه بيساعد في التعرف على الخليه الخليه بالمنظر ده وفي هرمون رايح يشتغل على الخليه اشمعنى الهرمون يروح يشتغل على الخلايا دي وما يشتغلش على غيرها لان ربنا حاطط له مين في السلم برين ريسبتور مستقبل الهرمون هيجي يمسك فيه اهو الريسبتور بيبقى جلايكوليبيد او جلايكوبروتين يبقى دلوقتي الجلايكوبروتين ساعد في تكوين الريسبتور اللي خلى الهرمون قدر يتعرف على الخليه يعني يحصل سيل ريكوجنيشن او اتعرف على الخليه عن طريق الجلايكوبروتين او الجلايكوليبيد مش كده وبس ده في حاجه اسمها سيل تو سيل ريكوجنيشن الخلايا نفسها ممكن تتعرف على بعض تعرف على بعض ازاي اشهر مثال يوضح حاجه زي كده الاسبير الحيوان الفلاني علشان يروح يعمل فيرتلايزيشن في الاوبا وهو معدي في رحلته اخر حاجه بيوصلها اصلا الاوبا ده بيعدي على ملايين الخلايا في اليوترس في الرحم وملايين الخلايا في الفالوبيا تيوب اشمعنى ساب كل الخلايا دي ورايح للاوفا اللي هي برضه خليه اشمعنى هي اللي راح يعمل لها فيرتلايزيشن ورايح يدور عليها لان في سيل تو سيل ريكوجنيشن الاسبير بيتعرف على الاوفا عن طريق السلم البرين بتاع الاثنين بيحتوي على جلايكوليبيد وجلايكوبروتين بيتعرف على بعض دي بيقولوا عليها سيل تو سيل ريكوجنيشن يبقى السيل ريكوجنيشن والسيل ادهيجن كل دي حاجات بيساعد فيها الجلايكوليبيد اللي احنا بنشرحهم دول تضيفوا لي كمان بس عندكم في المذكره ان الجلايكوليبيد بتساعد في السيل جروس اند ديفلوبمنت في تبع ايه هنا عندي الاهميه الثالثه دي صفحه كام صفحه 22 عندكم رقم 1 موجود في النيرفس سيستم رقم 2 في الاوتر لاير سيل ممبرين رقم 3 هيلب ان جروس اند ديفلوبمنت الجوس وهي دكتور ديفلوبمنت بس كل ديفلوبمنت كده وهي ديفلوبمنت ها هي ديفلوبمنت عندها كده اه صح بيقول لي ديفلوب ال او او بي ان بي بي اي ان تي احنا جايين من المريخ هنا كده ديفلوب ام اي ام يا عم مش كده ديفلوب ام بي ام يا بالاي وبس ام يا بالاي ام اي ان تي يا عم ايوه بالظبط خلاص يا عم خلاص مفيش ايه لازم تشوف ديفلوب من دي اي في ال او بي ام اي ان تي ماشي مشكله عندكم الحاجات دي لا ما هو كاتبها انا كاتبها صح هو اللي لخبطت اي انا اللي لخبطت خلاص يا عم عادي عادي هو ايه يا ابويا هو اصلا ايه الهدف من ان الجسم يكون ليبيد بروتين يعني ايه الجسم يصنع لايب بروتين اصلا الجسم بيكون لايب بروتين عشان هدف واحد الليبيد لو مشيت في الدم لوحدها بتمسك مع بعض وتكون قطع الدهون كبيره ممكن تقتل اي شريان او غيره يعني لو تساب الكوليسترول ماشي لوحده والفوسفوليبيدز لوحدها والفادي اسيد لوحده كل ده بيمشي في الدم ويقابل بعض ويتجمع ويعمل جلطه دهنيه تقفل لك اي وريده واي شريان فعشان كده ربنا بيخلي الدهون تتجزا في الدم وكل جزء يتشال على بروتين يبقى البروتين الاولاني شال شويه دهون ماشي بيه والبروتين الثاني شال شويه دهون وماشي بيه والثالث والرابع والخامس وهكذا عشان يمنعوا ان الدهون ترجع تمسك في بعض هو ده الهدف من ان الدم يبقى فيه لايبوبروتين عشان الليبيد ما تمسكش في بعض طب اللايبوبروتين اللي موجوده في الدم دي عباره عن ليبيد مع بروتين
ايه الليمت اللي هلاقيها موجوده فيها؟ لو انا خدت اللايف بروتين وحللتها هلاقي فيها ايه؟ هلاقي ان جزء الليمت اللي في اللايف بروتين هو كل انواع الليمت اللي احنا خدناها. الفاتي اسيد ممكن تلاقيه، الطريق سايج ليسول ممكن تلاقيه، الفوسفوليبيد موجود، الكوليسترول موجود، كل ده موجود. طب البروتين اللي موجود في اللايف بروتين؟ قال خلي بالك، البروتين اللي موجود في اللايف بروتين عشان نميزه من اي بروتين في الجسم سموه ايبو لايبو بروتين او ابو لايبو بروتين. يعني البروتين اللي موجود في اللايبو بروتين. لو ان في منه اشكال كتير. واحد اسمه ابو لايبو بروتين A، واحد اسمه ابو B وC وD وE. عندنا خمس انواع من البروتين اللي بيشيل الليبر. A وB وC وD وE، خمس انواع. كده احنا عرفنا ان في بروتين وعرفنا انواعه وعرفنا الليبر وعرفنا انواعه. الليمت بيمسك مع البروتين علشان يكونوا زي ما حضراتكم عارفين لايبو بروتين. اللايبو بروتين ده لما حبينا احنا نشوف انواعه ايه بقى، اللايبو بروتين نفسه، واحنا واخدين عينه عشوائيه كده من دم عيان او من دم شخص، ورحنا حاطين اللايبو بروتين اللي في الدم في انبوبه اختبار عليه، وحطيناها في جهاز السنتريفيوجيشن اللي هو جهاز الفص اللي انتوا بتشوفوه في الفسيولوجي اللي بيلف مش عارف 100,000 ل 700,000 لفه في الثانيه اللي انتوا عارفينه، بيقعد يلف كتير ده. بيجيبوا الانبوبه ويروح حاطينها في الجهاز ده، الجهاز يقعد يلف بسرعه كبيره قوي، يسيبوه دقيقه بيلف وبعد كده يروحوا فاصلين الجهاز واخدين الانبوبه. فكره الجهاز اللي انت لما بتلف بسرعه كبيره اي فلويد او اي سائل عندك بيتفصل المكونات بتاعته على حسب الدنستي او الكثافه. الخفيف تلاقيه طلع فوق في الانبوبه والتقيل تلاقيه نزل تحت. هي ده فكره الفصل الحركي اللي هو السنتريفيوجيشن. فاحنا لما جبنا الانبوبه وحطينا فيها لايبو بروتين عينه كده من دم واحد، ورحنا جايبين الانبوبه ورحنا حطينا في جهاز السنتريفيوجيشن، لقينا اللايبو بروتين، ادي الانبوبه اهي، لقينا اللايبو بروتين اتفصل لاربع طبقات. معنى كده ان اللايبو بروتين ده نوع واحد ولا اربع انواع؟ اربع انواع. ولو كان نوع واحد يا اما كان اتجمع تحت يا اما كان خد الانبوبه كلها لكن ما كانش انفصل. فمعنى ان اللايبو بروتين اتفصل لاربع اجزاء يبقى في منه اربع انواع. لما جينا خدنا كل نوع وحللناه، طبعا مين الخفيف اللي طلع فوق؟ يبقى ده الدنستي بتاعته اقل. مين اكتر واحد في الدنستي؟ اللي نزل تحت. جينا خدنا اول نوع من اللايبو بروتين اللي هو اول شريحه، جينا نحللها لقينا نسبة الدهون اللي فيها الليمت 99%، والبروتين بيمثل قد ايه؟ 1% بس. هو لايبو بروتين يعني ليبيد وبروتين، بس مين اللي اكتر؟ الدهون. جينا خدنا الطبقة اللي تحتها، طبعا اول طبقة سموها كايلو مايكرو، اول نوع من اللايبو بروتين سموه كايلو مايكرو. تاني نوع لما هم يحللوه لقوا الدهون فيه قلت شوية، بقت 93%، وكم في المية بروتين؟ يعني البروتين بدأ يزيد. طبعا مين قتل؟ الدهون ولا البروتين؟ البروتين. يعني لو جبت لك حتة دهن وحتة لحمة الاثنين نفس الحجم نفس الشكل وجيت توزنهم مين هيطلع أتقل؟ أكيد اللحمة. البروتين أتقل من الدهون، فكل ما البروتين يكتر والدهون تقل كل ما الدنستي أو الكثافة يحصل لها إيه؟ هتزيد. ده منطقي. سموا ده أو تاني نوع فيري لو دينستي لايبو بروتين، يعني اللايبو بروتين اللي الدينستي او الكثافه بتاعته مالها فيري لو قليله قوي. جاي لكم حل، استنوني دقيقتين. برضه مفيش. استنوني هحدد معاكم عاد تاني، استنيت. احدد ده هيبقى اسمه فيري لو دينستي لايبو بروتين. فيري لو يعني قليل قوي، دينستي لايبو بروتين يعني اللايبو بروتين الكثافه بتاعته قليله قوي، عشان كده فوق بعد القايلو مايك. ننزل في اللي تحت هتلاقي ال LDL 80% منه ليبيد و 20% بروتين بقى اتقل، فسموه لو دينستي لايبو بروتين، كثافته قليله بس مش فيري لو. اللي تحته 40% ليبيد و 60% بروتين، يبقى هو اتقل واحد، يبقى اكتر واحد في الكثافه، فسموه هاي دينستي لايبو بروتين، يعني ان كثافته عاليه قوي. خلاص ده الكلاسيفيكيشن على حسب الدينستي او على حسب الكثافه. في واحد تاني قال انا عايز اعمل عمليه فصل بس على حسب التشارج، يعني الشحنه. كلمه شحنه يعني مين اللي شايل شحنه موجه ومين اللي شايل شحنه سالب، هو ده معنى كلمه شارج. عامل ايه الراجل ده بقى؟
الراجل ده قال انا هجيب ورقه ترشيح من السيلوز، ورقه من السيلوز ودهنها لايبو بروتين حطها لايبو بروتين احنا عايزين نفصله كويس، وراح موصلها بدايره كهربائيه وراح قافل الدايره الكهربائيه دي ومشي كهربا في السلك. معنى ان الكهربا مشيت يبقى انا عندي دلوقتي قطب بموجب وقطب سالب. المفروض اللي شايل شحنه سالب بيروح ناحيه الموجب، واللي شايل شحنه موجب بيروح ناحيه السالب. اللايبو بروتين زي ما هنعرف بعدين في البروتين لما نشرح موضوع الشحنات وبتيجي ازاي وايه ظروفها وتفاصيلها هنعرف فيما بعد ان اللايبو بروتين بتبقى شايله الشحنتين الموجب والسالب. بس اللي شايل شحنه سالب اكتر هيروح ناحيه القطب الموجب، واللي شايل شحنه موجب اكتر هيروح ناحيه القطب السالب. فلقينا الترتيب بتاعهم كالتالي، الكايلو مايكرون شايل شحنه سالب اكتر فهيروح ناحيه مين؟ الموجب. وراه ال دي ال، وراه ال دي ال، والبعيد خالص مين؟ اتش دي ال. تيجي انت تبص في قدر المقارنه كده ما بين الاثنين ده على حسب الكثافه، ده الكايلو مايكرون وراه ال دي ال، وراه ال دي ال، وراه مين؟ اتش دي ال. ده اخف ثم ده اتقل ثم اتقل ثم اتقل. لما جينا نبص على التقسيمه دي بقى على حسب التشارج او على حسب الشحنه لقينا الكايلو مايكرون واخد المرتبه الاولى زي ما هو، والاتش دي ال واخد المرتبه الاخيره. مين اللي اتبدلوا مكان بعض؟ الفي ال دي ال اتبدل مكان ال دي ال، بقى ال دي ال قبله وبعد كده بقى مين؟ بقى الفي ال دي ال. ده الكلاسيفيكيشن على حسب الدنستي، اما ده الكلاسيفيكيشن على حسب الشارج. كتاب الاسم لما جيت الحته دي كتب على حسب الدنستي وراح قصهم ورا بعض، وراح قايل بيحصل كلاسيفيكيشن على حسب الدنستي وعلى حسب الشارج وما شرحش تفاصيله. هتيجوا في الكتاب العملي هتلاقوا شارح الكلام ده. فيوم يجي في امتحان اخر السنه يجيب الاسئله في امتحان العملي وفي امتحان النظري على الاثنين، انت كده كده مش روحنا. فعشان ما نجيش بعد كده نقعد نعيد ونزيد، انا كل اللي ضفته في المذكره عندي هي الرسمه دي، عشان وانت بتذاكر من دلوقتي ما تقعدش بقى تشوف العملي والنظري، انت بتيجي في النظري تذاكر عملي تمام؟ لا، يبقى انت قدامك الجدول بتاع الشهر وقدامك الجدول بتاع التنس وهتذاكره لي في النظر، لانه ممكن يجي لك ام سي كيو في النظر اعتمادا على انت هتاخده فين؟ في العمل تمام؟ فاللي بيذاكروا من كتاب الاسم يا ريت بس يقسموا الجدول ده او الرسمه دي قصادها عشان يبقوا عارفين تفصيله الترتيب بتاعهم. الحاجه الثانيه في جدول مقارنه صغير كده بسيط، في برضه غلطه صغيره عايزين نعدلها مع بعض. جدول المقارنه ده بيقول ايه؟ ادي الاربع انواع بتوعنا كايلو مايكرون في ال دي ال، ال دي ال، واتش دي ال. انا عايز اعرف مكان كل واحد فيهم بيتصنع منين قبل ما يترمي في الدم. لقينا الكايلو مايكرون الانتستين هي اللي بتصنعه، الامعاء، وتروح ترميها في الدم. البي ال دي ال الليفر هو اللي بيصنعه وبيرميه في الدم. ال ال دي ال بيتصنع في الدم نفسه في البلازما. معلومه ليكم بس مش عليكم، هي المعلومه دي بتقول ان البي ال دي ال اللي بيمشي في الدم بعد ما يتصنع في الليفر في انزيمات البلاد فيزل بتفرزها. بتروح مكسره الفي ال دي ال ومحولاه لمين؟ ال دي ال. ال دي ال يعني ال دي ال فعلا بيتصنع في الدم بس مين مين؟ في دي في من الفي ال دي ال. معلومه ليكم وانسوها. الاتش دي ال بيتصنع من الاثنين، من الانتستين ومن الليفر، ويترمي بعد كده في الدم. لما نيجي نبص على نوع الليبيد اللي موجود في كل واحد، هم كلهم بيحتووا على كل الانواع، يعني كلهم فيهم فاتي اسيد، فيهم تريجليسرول، فيهم فوسفوليبيد، فيهم كوليسترول تمام؟ بس الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها مين اكتر نوع موجود في كل واحد؟ لقينا ان التراي اسايل جليسرول ده اكتر نوع موجود في الكايلو مايكرون والفي ال دي ال، ولقينا ان الكوليسترول هو اكتر نوع موجود فين؟ في ال دي ال، في ال دي ال، ولقينا ان الفوسفوليبيد هو اكتر نوع من الليبيد موجود في الاتش دي ال. سؤال ام سي كيو مهم، ودايما السؤال بيجي في دي، يقول لك الكوليسترول موجود بكميات كبيره في مين؟ كايلو مايكرون ولا في ال دي ال ولا ال دي ال ولا اتش دي ال؟ عشان تختار مين؟ ال دي ال. هقول لك سر اهميته في ايه؟ سر اهميته ان معنى ان الكوليسترول موجود في ال دي ال يبقى كل ما ال دي ال يعلى في الدم معنى كده ان الكوليسترول زياده، واحنا عارفين ان الكوليسترول بيترصد في جدران الاوعيه الدمويه ويعمل اثيروسكليروز تصلب شرايين. فدايما دكاتره القلب لما بيجوا يكتبوا تحاليل للعيان عشان يشوفوا الكوليسترول عالي ولا لا ممكن يطلبوا الكوليسترول. في دكاتره ما بتطلبش كوليسترول، ممكن تلاقي في بعض التحاليل اللي بتبقى دكاتره القلب تلاقي كاتب لك ال دي ال
لو لقى ال ال دي ال عالي بيعرف على طول ان مين عالي الكوليسترول. فعشان كده بيجيبوا ده في الامتحان لان ده له حاجه او علاقه كلينيكال بيك هتشوفها انت كدكتور هتطلبه فيما بعد. تمام؟ فده دايما سؤال ام سي كيو. كل الجدول ده سؤال ام سي كيو في الحته دي. خلاص نكتب عليها مهم. تيجي عندك في نوع البروتين اللي موجود فيهم ايه؟ طبعا احنا عرفنا ان في عندنا كام نوع، خمسه، A و B و C و D و E. دي انواع البروتين اللي موجوده عندنا. الكايلومايكرو والفي ال دي ال نوع البروتين اللي فيهم ثلاثه، B و C و E. النوع اللي بعده اللي هو ال ال دي ال، في B بس. وده برضو السؤال اللي ممكن يجي ام سي كيو. يعني اهم شريحه بتقول هي ال دي ال. اخر نوع اللي هو ال اتش دي ال ده موجود في كل الانواع ما عدا البي، موجود في الاي والسي والدي والاي. انا لسه قايل دلوقتي كميه البروتين اللي فيهم وكميه الليبيد ايه؟ كايلومايكرون 99% ليبيد، 1% بروتين، اللي تحته 93% ليبيد، 7% غلطه الكتاب وانا نقلها غلط في المذكره في نفس الجدول. الليبيد مخلوب كميه الليبيد هي كاتبها دي وكميه البروتين كاتبها دي. طبعا هو العكس، الكميه الاعلى هي الاماونت اوف ليبيد. فانت تيجي في المذكره او في الكتاب وكتاب الاسم عدلها لي في الاثنين، تعالى لي في الجدول في الاماونت اوف ليبيد خليها اماونت اوف بروتين، والاماونت اوف بروتين خليها لي اماونت اوف ليبيد، سواء في الكتاب او في المذكره. خلاص. طيب هو انا كده المفروض خلاص خلصت الحصه بتاعتي والمفروض ان يبقى في امتحان زي ما احنا متفقين. انا امتحنت المجموعتين التانيين، امتحنت مجموعه 7:30 الصبح وامتحنت المجموعه بتاعت امبارح، بس عشان في ناس كان عندهم درس وناس استهبلت وعملت انهم مش عارفين الحصه النهارده 7:30، انا هفوت امتحان المره دي بالنسبه لي، لان كده كده الجزء بتاع الكربوهيدرات ده مفيش فيه مجال لاسئله كتير. انا جبت لهم سؤالين كده خفاف في السريع يعني. لكن الاسبوع اللي جاي يوم الاحد اللي جاي تبقى سبت الحصه 7:30، وجزء المراجعه بتاعنا اللي جاي هيبقى نص الكربوهيدرات تاني، بس مش للاخر. هناخد المونوساكرايد ديريفاتيفز وهناخد الداي ساكرايد، والداي ساكرايد تشتمل على الجلايكوزايد معانا وتشتمل على البيرد شوجر. ماشي. يعني كل ساكرايد مش معانا. خلاص ده جزء المراجعة.